مساء الخير. إلى العناوين: ارتفاع في أسعار الصيدليات يقابله قصور في الضبط والرقابة. نتعرف معكم في أهل على مستقبل السيارات الكهربائية وأبرز تحدياتها. سعوديان يبتكران جهازا مشابها لساهر، فما مواصفاته؟ مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي، والبداية كالعادة بأخبار يا هلا. أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة أنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 914 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية. وأوضحت أنه تم إيقاف 136 مواطنا ومقيما، منهم موظفون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والتعليم وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير. أكد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط أن الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات، وشدد على أن آليات التسجيل ومعايير الاختيار ستكون واضحة تماما ولا فرق فيها بين مواطن ومقيم. زار عدد من الإعلاميين واللاعبين معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، والذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل. هذا التقرير لما ليا هلا لا يرصد التفاصيل فقط، بل يضعكم كالعادة في قلب الأحداث. بناء الإنسان وتنمية المكان. استوقفت العروض الرقمية لمعرض مشروعات منطقة مكة الرقمية المقام حاليا بقبة جدة الزوار من الإعلاميين والرياضيين الذين أمتعوا أنظارهم بأكثر من 100 مشروع تنموي تقدمه الجهات الحكومية بالمنطقة، والتي تتصدرها إعمار مكة وتطوير الواجهات البحرية بمحافظات المنطقة ومشروع قطار الحرمين ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. معرض مشاريع الأعمال الخاصة بمنطقة إمارة منطقة مكة المكرمة كانت موجودة كلها تحت سقف واحد، تحت قبة واحدة. الصراحة رفعت من سقف التوقعات عندنا بأنه هذا شيء جميل جدا ويحقق رؤية 2030. الفترة الأخيرة صراحة يعني السوشيال ميديا، الجوالات، الأشياء هي صراحة هي المسيطرة صراحة. يعني تروح أي واحد خاصة بكنا التلفزيونات ما شوف التلفزيونات، كله بالجوالات، كله بشيء. فهذا شيء عظيم صراحة. إن إحنا بنبدأ إحنا حتى في الجيل الخامس تقريبا يعتبر من الدول المتقدمة في هذا المجال، فهذا شيء عظيم. هذا يؤكد انه ان شاء الله باذن الله في السنين المقبله حتكون المملكه العربيه السعوديه من اوائل الدول في التقنيه باذن الله. شفنا شيء حقيقه عكس المعارض اللي بنشوفها قبل كده، اللي هي تماثيل ممكن تكون قدامك او شيء. هذه المره لا، كلها شاشات رقميه وكل الهيئات موجوده وكل الوزارات موجوده. الشيء اللي انت تبغاه بس تروح على الوزاره اللي انت تحتاجها تقدر تشوف عنها كل شيء. انا اليوم سعيد جدا يعني بالعمل الكبير والعمل الجبار اللي يعني اليوم نجي ندخل ونشوف هذه التحفه، القبة هذه الجميلة اللي بلا أعمدة، والعمل القائم من الداخل هذا أسعدنا كثير أنا كمواطن. وفي مشاريع مستقبلية لسه، فيعني إذا هذه القائمة في هذا اليوم وهذا الوقت فالمستقبل يعني ممكن يكون عظيم جدا. أنا صراحة عاجز عن الوصف ولا يمكن أني أوصف ما تقدمه هذه المنشأة الجبارة. تعرف احنا اليوم في عصر متجهين نحو إقامة الفعاليات سواء كانت رياضية، اقتصادية، حتى سياسية. فإننا يكون عندنا منشأة بحجم هذه القبة العظيمة، هذا الشيء راح يجعلنا في مقدمة الدول اللي تقيم الفعاليات وتحتضنها. وركزت المشروعات المعروضة على بناء الإنسان وتنمية المكان في المنطقة والرقي بجوانبه الفكرية والثقافية بهدف إطلاق روح المنافسة
في ظل متابعة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز للنهوض بعنصر التطوير بين القطاعات في المنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. لبرنامج أهل محمد بن مشهور جدة. شكرا للزميل محمد بن مشهور. منذ التدشين مساء الأربعاء حتى اليوم ونحن على تواصل دائم معكم في أهل لنضعكم في قلب هذا الحدث. بعد هذا الفاصل ارتفاع أسعار الصيدليات في أهل. أسعار الصيدليات مرتفعة، هذه الجملة نسمعها دائما. اليوم ننقلكم من السماع إلى التجربة مع ضيف الذي ينضم إلي هنا في الاستديو، الأستاذ يوسف الدبيخي وهو صانع محتوى ومختص في التجارة الإلكترونية. يوسف حياك الله معنا فيها. الله يحييك يبقيك، وكان لي الشرف أني أكون موجود اليوم معكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يوسف. إحنا اليوم نبغى كلام من واقع تجربة يقارن بين الفرق في أسعار الصيدليات الموجودة عندنا وفي سواء تجارة إلكترونية أو خارج المملكة، لأن هناك حديث كثير عن فكرة أن الأسعار عندنا مرتفعة جدا. طيب شوف، أول شيء إحنا لازم نتفق أن نتكلم غير العلاجات، غير الدواء. إحنا نتكلم مستحضرات طبية، مستحضرات تجميل، إحنا نتكلم عن حتى الأجهزة الموجودة في الصيدليات، أجهزة الاستشوار، الأجهزة النسائية، أشياء واجد اللي هي موجودة في الصيدلية يجمعونها لك، غير العلاجات. احنا نتكلم عن فرق بالاسعار 40 الى 60 الى 65% حتى الى 65%. بين مين ومين؟ بين الصيدليات اللي موجوده هنا وصيدليات عالميه، من استراليا، من فرنسا، من بريطانيا، من البرتغال. كيف؟ احكي لنا، ادخل في العمق، اعطنا. طيب خلينا ندخل في العمق. يعني مثلا كريمات الترطيب نتكلم عنها 500 جرام موجوده هنا، نتكلم عن 150 140 الى 170 ريال، ما في سعر ثابت في الصيدليات كلها. إيه؟ على حسب كل صيدليه. موجوده في مثلا صيدليه في استراليا مثلا ب 42 ريال لو حسبنا اخذنا مثلا كميه شوي كبيره، وبجي بموضوع الشحن كيف نحسبها، نتكلم احنا نطلع ب 60 ريال ب 65 ريال اذا سعر المنتج 42 مع الشحن مع الضريبه مع ما ما ما، يطلع حوالي 62 63 ريال. 62 هذا الاجمالي، الإجمالي اللي انت وصلك بيته. صحيح، اخذ ثلاث حبات من استراليا بسعر حبه هنا. اوف. ايه تبي بسطها لك كلام من واقع. انت مسؤول عن هذا الكلام؟ انا مسؤول عن الكلام هذا. عندك المواقع الحين ندخلها نفس لطول. النوعية، نفس الكريم، نفس صحيح، كل شيء. صحيح صحيح. بكم يباع في السعودية؟ يباع هنا 140 إلى 160 170 على حسب. وانت وإذا طلبته من استراليا بكم؟ يعني يطلع ب 42 ريال غير الشحن غير غير، فأنا أقول لك مع الشحن مع كل شيء يطلع 65 ريال، خلينا نبالغ شوي 70 ريال، نبالغ. احنا تلاحظ اني اقول 140 إلى نص. أكثر من النص. حتى لما نتكلم في مواقع اغلى من مواقع، نفس ما في صيدليات اغلى من صيدليات. يعني مثلا خلينا نتكلم امازون البريطاني مثلا. امازون البريطاني موجود فيه مثلا كريم الكيو في يشحن مباشره للسعوديه. انا عن تجربه طالب اللي هو الكيلو كامل وطالب حبتين، موجوده حتى في قناتي في اليوتيوب، تراني طالبه طلع علي 140 ريال. هنا نص الكميه، نص الكميه 160 ريال 165 ريال. نص الكميه. إيه. اليوم يعني لو اخذت نفس الكميه حتطلع تقريبا بكم؟ 300. اي ممكن. انا اليوم ما احتاج اقول لك شغل سيارتك واطلع وروح وتعال. اليوم صيدلياتنا هنا يعطيهم العافيه صار لهم مواقع ويب سايت، وفي صيدليات العالميه لهم مواقع ويب سايت. إيه؟ ادخل بجهازك اللي بيدك وقارن بين الاسعار عشان تعرف الفرق. طيب ومده التوصيل يختلف. في صيدليات مثلا من اوروبا توصل خلال 4 أيام 3 أيام يومين حتى، وفي امازون بريطاني انا من تجارب وصلني ب4 أيام 5 أيام. في مثلا الصيدليه الاستراليه لانها تشحن عن طريق البريد السعودي تاخذ لها مده 10 الى 14 يوم. طيب موضوع المتاجر الالكترونيه الموجوده للمستلزمات الصيدله. صحيح. تختلف الاسعار ما بين اذا كانت المتاجر هنا محليه ولا عالميه؟ ما فهمتك. ولا ما لها علاقه؟ يعني اليوم احنا مثلا اذا انا فهمتك في إيه؟ متاجر موجوده إيه؟ يعني لها تطبيقات او غير تطبيقات، بس هي متاجر تبيع مثلا هذه الكريمات، تبيع هذه الاشياء اللي موجوده، لكن بالنهايه هي ما زالت غاليه. عندنا مشكله في التسعير، احنا هنا عندنا هنا مشكله في التسعير. ليش هذه المتاجر غاليه؟ لان اتكلم عن غالبيتهم اللي موجودين اصلا إيه؟ الموزع واحد، فهو بدل ما ياخذ نسبه مثلا 100% ربح ياخذ نسبه 60% ربح. انا اولى فيها. يعني لي تجربه مع واحد من الشباب إيه؟ اصلا هو الدخل عنده 6000 ريال شهري.
عنده واحد من عياله مصاب بالإكزيما يحتاج كريمات الإكزيما، فجيت أنا قلت له تعال ابن حلال أنا اللي أبى ضبطك. أخذت الرجال كان يشتري من الصيدلية شهريا 1600 ريال، قلت له اسمع شرطي الوحيد تطلب حق 3 شهور عشان الشحن نوفر لك في الشحن. طلبنا له حق 3 شهور ب2000 ريال. لحظة خلنا برضو نعيد، أدري الأرقام صادمة، كان يطلب شهريا ب1600، 1600 ريال يشتري من هنا، حلو يعني الشهرين ب3200 أي تقريبا، والثلاثة شهور بكم؟ 3 شهور ب2000 2100 كانت هذه السالفة، كانت في يناير. لا 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 الحين الشهرين ب3200 الشهرين، الشهرين من هنا أي من هنا. حلو لما رحنا الموقع اللي هو الصيدلية الأسترالية حلو طلبنا الكريمات اللي هي حق الترطيب كويس، طلعت علينا ب2000 2100. هذه السالفة كانت في يناير 2020. 2100 حق 3 شهور، حق 3 شهور كمية 3 شهور، تخيل نسبة التوفير. هو عظم مداخيله الآن، ترى لما عرف وين يصرف عظم مداخيله. طيب ليش هذا مثل هذا مظلوم؟ يعني احنا نتكلم كم 4800 هنا 3 شهور وهناك كم؟ احنا نتكلم عن 2100 3 شهور من برا، ايه لما جبتها له من برا، وهنا تقريبا مبلغ يصل الى 2000 ريال تقريبا او اكثر. اكثر نفس الجودة نفس الكريمات نفس كل شيء، هي نفسها. طيب هل سبق أنه جمعك حوار مثلا مع الناس اللي يعملون في الصيدليات هنا؟ لا هل ولا. سبق أنك سألتهم؟ هل بحثت من خلال اهتمامك في هذا الموضوع عن أسباب ارتفاع الأسعار عندنا هنا؟ أنا أتوقع ما هي يمكن هي تجيهم مثلا غالية أو شيء ويبيعون، هذا إذا أحسننا الظن إلى أقصى حد. إحنا إن شاء الله محسنين الظن، إحنا مو يعني إحنا ما جينا في منطقة أن نقول أنتم غلطانين، لا إحنا ودنا نوصل الحل بالنهاية لمصلحة المستهلك النهائي اللي هو مستهلك النهائي أنا وأنت. تكون في رقابة على الأسعار، رقابة صحيح. عالية صحيح، أتمنى تكون في رقابة على الأسعار، لما تجي فرق الأسعار لنفس المنتج اللي موجود إيه؟ بين هنا وبين هناك نجي نلاقي فيه مشكلة. طيب إيش باعتقادك أسباب هذا الارتفاع؟ مشكلة التسعير عندنا، في احتكار الوكلاء معينين في 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 ما راح أقول احتكار كلمة احتكار، لكنهم خلاص معروف هذا، يعني ما حد ينزل هذا المنتج إلا من عند الشخص هذا، فهذه مشكلة ترى. يعني أنا بعطيك مثال، لما بدينا في تثقيف والشباب حتى مشكورين، اللي هو يقول لك أطلب من هنا وروح من هنا، وترى هذا فرق الأسعار نفس الجهاز أو نفس المنتج هذا، ترى بدأت الصيدليات تسوي عندنا عروض خذ حبتين بسعر حبة. طيب من أول طيب عطني حبتين بسعر حبة، ليش لما صاروا الناس يروحون هناك صار عندك يعني جالسة عندك في الصيدلية بدأت تسوي العروض هذه؟ طيب من أول، فدليل أنه هو أصلا ربحان، هو ما طلع عليه غالي. ترى إذا أنت عندك موظفين حتى هم عندهم موظفين، إذا أنت عندك مشاكل هو عنده مشاكل، إذا أنت عندك إيجار هم عنده إيجار. يعني إحنا نتكلم على والله يعني أحيانا تصل إلى النصف وأكثر من النصف صحيح. يعني في الأسعار صحيح. فيعني هذا الموضوع شوي محير. طيب الـ الآن مع توجه الناس إلى الشراء من الصيدليات الخارجية تغير الوضع عندنا في السوق ولا ما زال؟ إيه أنا عشان كده أقول لك صارت صيدليات الآن تنزل عروض. لا يعني سيبك من 2 بسعر واحد، تغير على مستوى السعر نفسه للمنتج نفسه بشكل يعني خلنا نقول شكل بسيط، يعني هم مبراضين يعترفون عشان ما يقولون احنا غلطانين. طب انت غلطان اصلا، بس يحتاج زيادة وعي وثقافة للناس. اليوم احنا موجودين هنا عشان نساهم في رفع الثقافة والوعي عند الناس، عشان نجي نقول تعالوا شوفوا يا ناس، تعالوا شوفوا فرق الاسعار. بالنهاية لو اجيك انت واقول لك شوف فرق الاسعار، معي خيار بتروح لنفس المنتج اللي يوفر لك، صح ولا لا؟ صحيح، لكني بصراحة أنا أتمنى أني أخذ من هنا من الصيدليات الموجودة عندنا، بس أنه ما أعرف يعني مين الجهة المسؤولة بشكل مباشر، وزارة التجارة، هيئة الغذاء والدواء، ما أعرف مين الجهة بشكل مباشر، بس يجب أن تضبط هذه الأسعار. أتمنى والله، لأن المشكلة إحنا ما إحنا عارفين رايح نروح لمن ولا نتكلم مع من، ولا أصلا في حملة تفتيشية على الأسعار، أو جهة قالت تعالوا تعاونوا معنا، هذا رابط استبيان أعطونا وش عندكم، ما في. وش غير الكريمات اللي في فرق كبير في الأسعار؟ احنا نتكلم عن حتى المكملات الغذائية، حتى المكملات الغذائية، والدليل أشهر موقع مثلا أي هيرب اللي الكل يعرفه الصغير والكبير إيه؟ هذا عنده جزء من المكملات الغذائية اللي موجودة في الصيدليات، حتى يمكن جودة أعلى بكثير. نتكلم عن حتى منتجات الأطفال، الأشياء الخاصة في الأطفال واللي يحتاجونها دائما الأطفال، سواء حتى يمكن حقة الرضع وغيرها، منتجات أتكلم عن تجارة صيدلية كاملة ما عدا العلاج. العلاج هذا شيء يختلف لأنه فيه وصفة طبية وإجراءات إيه؟ خلي الأدوية على جنب، خلي الأدوية على جنب. أنا لما أدخل مثلا عند الصيدلية شامبو، تبي من أبدا من الصغير شامبو إيه؟ تبي عطور جسم، تبي أشياء للشعر، تبي أيا كان، حتى الأجهزة، أنا أقول لك حتى الأجهزة، مكاية الحلاقة،
الفرق اللهم صيدليات اللي هنا تجيب لك أشياء واجد تجمعها في مكان واحد. طب أنا أقدر أروح أخذ المرطبات من مكان، وأقدر أروح أخذ أجهزة الأجهزة اللي أحتاجها من مكان وغيرها كثير. طب إحنا أنت ليش في كلامك من البداية تستثني الأدوية؟ يعني الأدوية الأسعار اللي موجودة في الصيدليات الآن مشابهة لأسعار الأدوية الموجودة في صيدليات أخرى؟ هذا الجواب أنا ما مو عندي، لأني أنا ما قد جربت. ما لك تجربة؟ لأن أصلا صيدليات برا ما تبيع لا وصفة طبية ووصفة طبية تكون تبع الدولة حقتها، فإحنا ما نطلب أدوية أصلا. ولا لك تجربة؟ أي ولا لي تجربة. ممتاز. نرجع لموضوع الصيدليات، إيش الحلول من وجهة نظرك اليوم؟ الحلول إن أنا أتوقع إعادة تسعير. أتوقع لازم يعني يدرون إنه لازم التاجر يعرف ان الشعب بدا يتوعى، خصوصا بعد ازمه كورونا وارتفاع نسبه التجاره الالكترونيه وعدد المستهلكين وعدد الناس اللي صار يحبون يطلبون وصار عندهم مثلا ما يحب السوق بسبب اما التجمعات و و و حتى على اثر اللي هو السعر اللي هو الفلوس. لما نجي نتكلم عن الفلوس ترى الناس خلاص تبغى الحقيقه، ما عندها وانتو تبغى الحقيقه. فالحقيقه هو السعر. لما يلاقي فروقات الاسعار بعضهم يصير عنده فوبيا يطلب، يقول أنا مالي خلق. مالك خلق ترى بجوالك يوصلك لين باب بيتك، ما يحتاج الموضوع. بعض الناس يجي هذه مشكلة ترى، يجي يقول لك أنا بروح أطلب حبة واحدة، هنا غلط. لأن أصلا مثلا سعر الشحن مثلا يقول لك 100 ريال، أوكي. فلما يجي هو يطلب حبة ب40 ريال مثلا سعرها، و100 ريال 140، فيقول خلاص أنا صار هنا نفس السعر. طيب تعال أطلب 4 5 6، هيبقى سعر الشحن ثابت، يتقسم على 6 قطع، ما يصير على قطعة واحدة. فهنا احنا اللي نتكلم عنه، لما نقول اطلب من الصيدلية اطلب كمية حق شهر شهرين، ما تبي تطلب حق شهر شهرين، تعالي انت وبنت عمك وتعالوا اطلبوا مع بعض، انت وصديقتك، انت وصديقك، انت وانت انت واخوك، اطلبوا مع بعض. اقل مدة للتوصيل واعلى مدة كم توصل؟ في انا قلت لك من يومين، على حسب الصيدلية. على حسب، في صيدليات متخصصة ببراندات معينة وفي صيدليات متخصصة في ادوات ترطيب موجودة، هذه كلها حتى موجودة في اليوتيوب، موجودة حتى في حساباتنا في التويتر. طيب ممكن أحد يقول لك أنه لا، أنه طيب أنا لو أخذت علاج من هنا، أو عفوا لو أخذت أي مستحضر من صيدلية معينة وطلع في إشكالية في جودة وفي ضمان وفي شيء قريب وأقدر أرجعه، بس أنا لو أخذت من برا وش اللي يضمن لي الجودة؟ الجودة هي نفسها، هذا شيء لازم نتفق عليه. لكن بعطيك مثال ثاني، لو مثلا أنا طلبت كريم ترطيب وجاني الغطاء منفك ومنفك في الكرتون، هنا مجرد ما تصوره، لما تتكلم تتعامل مع مواقع معتمده، مواقع سليمه اللي احنا نتكلم عنها في حساباتنا في التويتر بحكم تخصصنا، او حتى الشباب الموجودين الباقيين متخصصين في التجاره الالكترونيه وتسوق عن طريق النت، ترى منزلوا مواقع موثوقه يعني. فلما مثلا غطى منفك والله ما ادري ايش فيه، طبعا من شركه الشحن، كويس. هنا في جزئين، الجزء الاول انك تراسل الموقع اللي اشتريت منه تقول هذا وصلني بالشكل هذا، هم مباشره ترى يعوضك بفلوس على طول، يرجع لك فلوسك، او حتى يقول لك انا برسل لك بديل عنه، وبعض الاحيان يقول لك خلي اللي عندك وبرسل لك بديل عنه. فخيارات مرضيه وخدمه عملاء ممتازه. الشيء الثاني، هيئه اتصالات سابقا كانت تدعمنا كمستهلكين. كيف كانت تدعمنا؟ كنت انا اقدر اقدم شكوى على شركه الشحن اللي اهملت شحنتي، اما رمتها اما ايا كان، حتى ممكن نفس المندوب اللي وصل لي. كنت انا اروح اتواصل مباشره مع هيئه اتصالات، وهيئه اتصالات تحل المشكله بيننا. الان تغير النظام في هيئه اتصالات، صار لازم تروح تراسل الموقع، الموقع هو اللي يشتكي وبعدين الموقع يرجع لك فلوسك. طيب انا طرف تعاقدي، اذا كان في طرف اول طرف ثاني المستفيد هو الطرف الثالث، فلازم يكون موجود في الصيغه التعاقديه. اليوم انا استثنيت من الصيغه التعاقديه، وهنا هيئه اتصالات تتحمل جزء. طيب ايش المفروض اللي تسوي هيئه الاتصالات؟ المفروض هيئه الاتصالات تحمي كل الشحنات، ما اتكلم عن صيديات بس، كل الشحنات. انا طرف، انا مستهلك نهائي، انا طرف، انا اقدر اشتكي الشركه. طيب الان انت اكثر من مره تقول انه ابحث عن الموقع الموثوق، الموقع الموثوق، صحيح، الموقع الموثوق. طيب هذا الموقع كيف اتاكد انه هو موثوق ولا لا قبل لا اطلب؟ في طرق كثيره تكلمنا عنها حتى هنا في هلا، اللي هي كيف تتاكد هذا الموقع سليم او لا. واحد منها اللي هو ناس يعني ثقه، نتكلم عن ناس ثقه موجودين في منصات التواصل الاجتماعي، سناب شات، يوتيوب، تويتر، انستغرام، حتى اليوم في تيك توك موجودين، في ناس ثقات ومصادرهم كويسه وما يتكلمون من هوا، يتكلمون من تجارب ويعرض لك تجربته. مثلا انا موجود في قناه يوتيوب، ترى قاعدين نعرض تجارب. تجارب هذه ليش؟ عشان تزيد ثقتك. لما انت تجي تشوف هذه التجربه كامله قدامك، حتى احيانا لما يصير في مشكله ترى نعرض المشكله وكيف حليناها، عشان تزيد ثقه المستهلك النهائي. هذه واحدة من الطرق. في طرق حتى في مواقع عالمية تبين لك الموقع هل هو موثوق أو لا، مصدر الموقع، تجارب الناس في العالم
عن الموقع مثل ما هو موجود هنا منصة معروف اللي هي تابعة لوزارة التجارة وتتكلم عن المتاجر السعودية. في مواقع عالمية موثوقة تقيم لك المواقع وتعرض تجارب. من اللي يقيم المواقع هذه؟ اللي يقيمها هو العميل اللي استفاد منها، سواء في السعودية، سواء في أمريكا، سواء في بريطانيا. فأنت من هنا تقدر تصور الصورة، تأخذ الصورة الذهنية الكاملة عن هذا الموقع. جميل. طيب غير الأشياء اللي ذكرتها، إيش من الأشياء اللي صادفتك في تجربتك في التجارة الإلكترونية في هذا الموضوع بالتحديد واللي حاب تنقلها للمشاهدين؟ والله أنا برجع أقول النقطة اللي قلناها قبل شوي، اللي هي لا تجي تقارن منتج واحد تقولي سعر الشحن غالي. دائم هذه مشكلة الناس اللي تجي تطلب من المواقع. دور على الشيء الخفيف الصغير، مو بالشيء الكبير. الشيء الكبير دائما يكون شحن أغلى. هذه واحدة. اثنين، لا تجي تطلب منتج واحد من الصيدلية الفلانية بعدين تجي تقولي سعر الشحن غالي وما وفرت. لا، جرب اطلب أشياء خاصة فيك لشهر لشهرين، تجمعوا واطلبوا مع بعض، بعدها تعال قارن لي الأسعار وشوف فرق الأسعار. طيب يوسف، احنا نتكلم كذا بكل صراحة هنا عن كل الصيدليات ولا أغلب ولا بعض؟ الكل 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 الكل. قولا واحدا، الميدان يا حميدان. اليوم كاميرات روتانا موجودة هنا، تقدر تطلع للميدان وتشوف، حتى تسأل الناس. لا تسأل يوسف بس الحالة، رغم أني يمكن أمثل جزء، لكن انزلوا الشارع وشوفوا. أنت جربت صيدليات الرياض، جدة، دمام، أماكن مختلفة؟ جربنا كلها. إحنا بالنهاية في السعودية. أقول لك اليوم أنت تقدر تدخل في الويب سايت سعر موحد، حتى لو موجودة العروض أغلى، بس على الأقل شيء قريب. ما في ولا مرة يوسف جمعك حوار مع أي شخص في الصيدلية هنا موجودة لدينا وفتحت معه هذا الموضوع وسمعت هو وش رأيه أو وش مبرره؟ طيب أنت تتوقع أن المسؤولين عن الصيدليات ما سمعوا أو ما عرفوا الثقافة اللي موجودة عند الشعب الحين وقاعدة تتطور؟ لا أكيد عرفوا. تمام، هم عارفين. هل هم جو سمعوا؟ هل يوم سمعت أنهم نزلوا استبيان؟ هل يوم هم نزلوا تغريدة في التويتر وقالوا للناس أعطونا وش؟ لا أنا بس ودي، أنا ليش سألتك سؤال، ودي أعرف وش مبررهم، لأنه أنا أحط ضعف السعر. أنا مو بجهة منظمة راح أسألهم وش مبررهم. يعني لا، ولا قلت لك اسألهم بشكل تحقيقي. أنا أقصد أنه هل سبق جمعك حوار مع أحد منهم ولو بشكل ودي؟ بما أنك مهتم بهذا الموضوع، أنه يا جماعة ترى الأسعار عندكم يعني أكثر من لازم، ليش؟ يمكن أنا أفضل أني أوزع الجهد بحيث أني أروح أثقف المستهلك النهائي ولا أتعب نفسي مع شخص هو راضي يعني هذه وعارف المشكلة اللي عنده. كيف تشوف ردود الفعل حول ما تقدمه من وعي في هذا الموضوع؟ الناس يعني في ناس إذا كانت عندهم أول تجربة يعني يمكن يطلع قلبه من مكانه يعطيك إياه، لأنه فعلا معاناة. حنا نتكلم يعني إحنا رجال يمكن استهلاكنا صيدليات أقل إذا ما كنت رب أسرة، لكن تعال عند العنصر النسائي، عنصر النسائي يشيلون بالهبل أكياس كأنه طالع من يعني خلينا نقول سوبر ماركت. فلما يشوفون فرق الأسعار المهول ويقارنونه باللي قاعدين يستخدمونه منتجات نفس المنتجات نفس المنتجات. طيب الـ المنتج نفسه مش ممكن يكون انه فيه له سعر خاص لانه انتج في الدولة الفلانية وبالتالي هي تعطي اسعار اقل من غيرها والكلام هذا؟ خل نفرض احنا نتكلم عن منتج امريكي. حلو. طيب ليش في بريطانيا يباع ب 40 ريال مثلا 50 ريال؟ ليش المنتج الكيلو اللي انا تكلمت عنه من امازون بريطانيا مع ان الماركة مهب يعني بريطانية كويس اخذته 140 رغم نص الكمية هنا 160-170؟ طيب خلنا أنا كده قبل ما نقفل نحاول نختصر الأمور. تمام. الاختصار الأول، وش كلمتك أو رسالتك للصيدليات الموجودة عندنا؟ أنا والله رسالتي ترى احنا نتعاون. يعني ما يعني أنا ما جيت اليوم أنا طرف أو ند الند، احنا جينا نتعاون. بالنهاية أنا أبغى التاجر يستفيد لأنه هو بنديرتي بالضبط، واقتصاد ديرتي يستفيد، هذا وطن غالي علي. الشيء الثالث اللي هو أخوي ولد عمي واوا اللي هم المستهلكين. المستهلكين يستفيدون لما يكون في تسعيرة عقلانية سليمة. حلو. طيب للمستهلكين وش تقول؟ أقول للمستهلك فتح عيونك، فتح عيونك، شف. لا تجي يعني لا تجي تقول يا رجال بمر صيدلية جنب بيتي وباخذ، بعدين يكون عنده يقول والله أنا متعزم نهاية الشهر ويضطر ممكن حتى لأشياء ثانية وندخل في معمعة ثانية، بينما هو يقدر يدخر فلوس بدل ما هو نهاية الشهر عنده أزمة مالية يقدر هو يدخر بفلوس. حلو. بشرط أنه يعرف من وين يشتري ويفتح عيونه كويس. الرسالة الثالثة إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصيدليات، أتمنى يكون فيه شيء واضح للجميع، شيء واضح وشفاف حتى للمستهلك. المين أصلا يعني كيف تم تسعيرها، بناء على إيش تم التسعير هذا،
تسعير اشياء واجد يعني نتكلم حتى عن الاجهزه، اجهزه الاستشوار، اجهزه الاشياء النسائيه الويفي ومدري هذه كيف تم تسعيرها. المرطبات اللي هي تستخدم خصوصا احنا عندنا في الاجواء الجافه خصوصا فصل الصيف، هذه من قاعد يسعرها وكيف تم تسعيرها اذا هذا السعر العالمي لها؟ جميل. أتمنى يوسف يفترض ان الوقت انتهى، بس خطر لي سؤال اخير اذا تسمح لي. الحين احنا نتكلم على ارتفاع للصيدليات هنا بمختلف مسمياتها وشركاتها لان عندنا انواع مختلفه من غير ما اسمي كلهم نفس للكل للكل. وترى حتى هذه المشكله مش موجوده في الصيدليات، احنا نتكلم عن الصيدليات لان قطاع مهم إيه؟ لكن هذه المشكله موجوده حتى في قطاع الملابس في كل القطاعات. احنا سبق وفتحنا حلقه عن قطاع غيار السيارات وكان الموضوع يعني اقدر اقول عليه انه مفاجئ يعني في موضوع الاسعار، واليوم نتكلم عن الصيدليات بهذه الاسعار الكبيره جدا. ليش انا اقول لك فتح عيونك يوسف؟ شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. اتمنى انه حديث يوسف يعني يجد صدى لدى الجهات المسؤوله عن قطاع الصيدليات. اليوم نحن نتحدث من واقع تجربه في التجارة الإلكترونية وفي قطاع الصيدليات، الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الصيدليات لا مبرر له، وإذا كان هنالك مبرر يعني أتمنى أنه يوضح، ولكن في كل الأحوال الرقابة الدائمة على هذا القطاع سيعطي مستوى أسعار معتدل ومناسب لهذا الموضوع. شكرا لمتابعة هذه الفقرة، وبعد هذا الفاصل ألتقيكم في موضوع آخر في أهلا. السيارات الكهربائية ربما هي المستقبل القادم في قطاع النقل، ربما تصبح هي الخيار الأول مع كل التقدم الذي يشهده العالم. اليوم أصبحت خيارا متاحا ولم تعد فقط فكرة أو حلم أو مشروع تحت التنفيذ. ما مواصفاتها وطريقة استخدامها وكيفية التعامل معها وكيف ستستخدم في السعودية؟ أسئلة كثيرة يجيب عليها ضيفي المهندس وائل الدياب، وهو مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية في المواصفات السعودية. مهندس مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور، مساء عليك والمشاهدين الكرام. أول شيء جيتنا بسيارة كهربائية لا للأسف لسه لكن نقول إن شاء الله. طيب خلنا أول شيء نعرف الناس كذا بسرعة وبعدين ندخل لاستخدامها في السعودية. السيارات الكهربائية وش بالضبط وأنواعها؟ طبعا السيارة الكهربائية بشكل عام نتكلم عن سيارة مكوناتها محرك كهربائي، بطارية تعمل بشكل كامل من خلال الكهرباء. طبعا إذا تكلمنا عن أنواعها، مصطلح سيارة كهربائية يندرج تحت عدة أنواع، يمكن كثير من الناس ما ينتبه للجزئية هذه. في نوع اللي نسميه الآن اللي هو النوع الهجين اللي هو الهايبريد، وهذا منتشر بدأ منتشر في الشوارع بشكل كبير كثير من السيارات. الهجين يعني بنزين وكهرباء، يعتبر فيه محرك احتراق داخلي وفيه محرك كهربائي. فالسيارة أساسا هي كمصطلح هي سيارة كهربائية. أوكي. النوع الثاني عندنا نوع هجين مزدوج، تشحنه وفي نفس الوقت فيه محرك احتراق داخلي. وش الفرق بينه وبين الأول؟ الفرق أنه هذا تشحنه شحن يكون فيه له مقبس تشبك وتشحن بنفسك. أوكي. والنوع الثاني لا، هو شحن ذاتي ما يحتاج أنك تشحنه، اللي هو الهايبرد. النوع الثالث وهو النوع اللي جرت العادة أن نسميه كهربائي بشكل كامل، اللي هو النوع اللي يسمى BEV، اللي هو سيارة كهربائية كاملة ما فيها أي محرك احتراق داخلي. حلو. وهذه وش تشحنها ولا تشحن ذاتيا؟ هذه يجب أنك تشحنها، ما تشحن ذاتيا أبدا لأنها فقط فيها محرك كهربائي. النوع الثانية فيها محركين، محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي. لكن السيارة الكهربائية محرك كهربائي فقط، يجب أنك تشحنها. لكن المحرك الكهربائي اللي في النوع الثاني هو يشحن ذاتيا؟ أيضا يشحن ذاتيا، لكنك تشحنه من خلال شاحن، وتكون قوة الدفع في المحرك الكهربائي مختلفة عن الهايبرد. ممتاز. إذا هذه ثلاثة أنواع. حلو. طيب الآن خلنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية. استخدام السيارات الكهربائية مرخص ومستخدم الآن بشكل مطلق؟ جميل. نتكلم عن تم السماح بدخول السيارات الكهربائية في يونيو في 2020. تم السماح بدخول السيارات الكهربائية. احنا نتكلم عن سماح رسمي بدخولها بشكل تجاري. هي بشكل شخصي كانت مسموحة. اوكي. كان اللي حاب يجيب سيارة بشكل شخصي يستخدمها في المملكة كان مسموحة، وبإمكانه يتقدم كان على هيئة ويجيب السيارة المملكة ويستخدمها. طيب. وفعلا في عدد من السيارات في المملكة الآن يمكن كثير نلاحظها سيارات كهربائية.
لكن بشكل تجاري كنتكلم كوكالات وكمصنعين يدخلون للمملكة ما سمح فيه إلا من عام 2020. حلو، لنا سنة الآن نتكلم عن سنة. طيب اليوم اللي جالس في السعودية ويشوفنا على الشاشة وحاب أن يروح يشتري سيارة كهربائية، جميل. هل الأنواع كلها متوفرة في السعودية وين يروح؟ جميل، أساسا وين بيروح معروف أنه سيارة الكهرباء أي سيارة إذا بتشتريها بتشتريها غالبا يا معارض يا وكالات. أوكي. اللي متوفر حاليا بقول لك اللي كانوا يستخدمون بشكل شخصي وحاب يبيعها هذا نوع، واللي حاب يشتريها بشكل شخصي هذا أيضا نوع ممكن يشتريه، لكن بشكل تجاري إننا نتكلم اليوم حتى اللحظة هذه ما في وكالة على حدود علمي توفرها الآن في معارضها وتبيع سيارة كهربائية. ما في إلى الآن جميع الآن. طيب ليش؟ مع أنه في سنة الموضوع. أعطيك السبب، نتكلم عن سنة. أي. إحنا في المواصفات السعودية وضعنا مواصفات في السلامة صارمة، استوجبت على مصنعي السيارات الكهربائية أنهم فعلا يعملون خلال هذه السنة. أنا نتكلم السنة هذه جاء خلالها جائحة كورونا. أي. فهذه سوت تأخير الكثير من المصنعين أنه يتواءم مع متطلبات المملكة، أن اليوم عندنا متطلبات سلامة طبقت على المركبة الكهربائية بشكل كامل. حلو. على البطارية، على الشواحن، ومتطلبات خليني أقول لك صارمة، ما في مجال نتهاون في جزئية السلامة. عشان كذا تلقى المصنعين خلال الفترة هذه في محاولات للتواءم مع هذه المتطلبات المواصفات السلامة. السعودية أيضا يتجاوبون مع الوضع الراهن لجائحة كورونا، فمسألة جائحة كورونا جت مع التواءم بالمتطلبات هذه أخرت شوي من تقدم بعض المصنعين للحصول على شهادة مطابقة، لكن في مصنعين حصلوا على شهادة ممتع. لكن ما بدأوا بالمبيعات. طيب وش اللي ممكن يفرق في مواصفات السلامة السعودية عن غيرها من الدول؟ جميل، احنا الآن بدأنا من على قولتهم مما وصل له لا 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 من بعد ما وصل له الآخرون. أخذنا منهم المتطلبات اللي وجدنا أنها تغطي السلامة، ووضعنا فوقها مواصفات تتناسب مع الأجواء اللي في المملكة. احنا اليوم نتكلم عن غبار، نتكلم عن حرارة، نتكلم عن أجواء رطبة جافة، كيف راح نسيطر على هذه الظروف في ظل أنت عندك سيارة كهربائية وأهم جزء فيها البطارية، هل البطارية تتحمل ولا لا؟ فحرصنا أنه نطلع على كل التجارب حتى التجارب المحيطة. اليوم عندنا أعطيك مثال في دولة الإمارات العربية المتحدة في تجربة في السيارات الكهربائية، نتكلم عن المملكة الأردنية الهاشمية لها تجربة في السيارات الكهربائية، اطلعنا على كل التجارب. أي. بعد كذا وضعنا المواصفات التي تتناسب للمملكة. هذه هي الفكرة. والسيارات اللي دخلت إلى الآن تناسب المواصفات بالتأكيد، لن تدخل سيارة يعني لو واحد أخذها بشكل شخصي لازم يأخذ الأوكي من عندكم؟ جميل، يجب أن يحصل على شهادة مطابقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فقط. فقط؟ فقط من الهيئة، ما يستطيع أن يدخلها إلا من خلال أن يتم التحقق من كل الشهادات اللي تثبت أن السيارة هذه سليمة أنها تسير في شوارع المملكة العربية السعودية. ممتاز جدا. طيب حديثنا مكمل، ولكن تسمحي ناخذ تجربة حية. معي على الهاتف التقني المعروف الأستاذ عبد الله السبع، وهو واحد من الأشخاص اللي مستخدمين سيارة كهربائية اليوم. خلي نقول لنا تجربته. عبد الله مساء الخير وشكرا لوفائك الدائم معي. هلا. السلام عليكم أستاذ مفرح. وعليكم السلام. كلمنا شوي عن تجربتك مع السيارة الكهربائية، من متى أنت مستخدمها؟ والله تقريبا الحين، اول شيء يعطيكم العافيه على الاستضافه، انا تقريبا الحين في الشهر الثالث او الرابع من تجربه السياره الكهربائيه. لازم في نقاط لازم نعرفها. السياره الكهربائيه في الوضع الحالي في السعوديه هي تعتبر سياره مدينه، ولا تقدر تستفيد منها في السفر الا في نطاق محدود بسبب عدم وجود منصات الشحن اللي تساعد قائد المركبه في السعوديه، وهذا شيء طبيعي جدا لأنه السيارات الكهربائية شيء حديث جدا وجديد. أيه؟ فما في دعم كبير، وخاصة أن عدد المستخدمين في السعودية اللي عدد السيارات الكهربائية الكاملة ما أتوقع أن يتجاوز 500 إلى 1000 شخص، وهو رقم غير متأكد منه بصراحة، لكن من ردود الأفعال الناس وتجاربهم والسؤال ما لقيت أكثر من هذا الرقم. وصعب أن المستثمر حاليا يستثمر في البنية التحتية الخاصة بالسيارات الكهربائية بالوضع الحالي، لكن السيارات الكهربائية حاليا هي سيارات مدينة لأنه ما في منصات الشحن، بجانب أنه ما تمشي معاك لفترة طويلة. في المستقبل السيارات الكهربائية لو توفر منصات الشحن قد تساعد المستخدم حقها لاستخدام السيارة خارج المدينة. عبد الله بنيجي للمستقبل، لكن خلنا في تجربتك الشخصية الآن خلال هذه الثلاثة شهور، كيف تصف الإيجابيات في مقابل السلبيات؟
أول شيء إيجابياتها صراحة جدا كثيرة. أولا لازم تعرف شيء، أهم ميزة في السيارات الكهربائية التوفير من ناحية صرفية البنزين، لأنه أنت ما تستخدم بنزين نهائيا، أنت تستخدم كهرباء. والمقارنة تقول والتجارب أنه إذا أنت تصرف 1000 ريال على البنزين، فزيادة على فاتورة الكهرباء عندك في البيت راح تكون تقريبا 200 ريال. هي تجارب شخصية صراحة من عدة أشخاص وصلنا إلى هذه المعادلة، وليست رقم دقيق جدا جدا. يعني احنا نتكلم تقريبا على كم، 80% توفير تقريبا وهي رقم غير دقيق، انما هي مجرد تجارب شخصية لعدة اشخاص. طيب حلو، هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، لا وجود لصيانة دورية بالسيارات العادية. انت تكون مضطر انك انت تسوي صيانة بشكل دوري للسيارة، زيت وغيرها. السيارات الكهربائية الوكيل لا يحتاج إلى السيارة إلا كل 3 سنوات، لكنه في عندك شغلات استهلاكية اللي يتغيرها، اللي هي البريك وأيضا الكفرات وغيرها. هذه شغلات استهلاكية يجب عليك تغييرها، لكن البقية ما تسمح تغييرها. طبعا البطارية اللي هي العنصر الأساسي في السيارة تقريبا ضمانها تقريبا يصل إلى 8 سنوات تقريبا، حسب الشركة اللي أنت تشتري منها وحسب الشركة اللي أنت متوجهها. تقريبا البطارية هي أعلى قيمة أو أعلى شيء ذو قيمة في السيارة، فلو لا سمح الله حصل عطل في البطارية أو غيرها راح تدفع مبلغ طويل، خاصة مبلغ كبير، خاصة لو كان في خطأ في البطارية أو غيرها. خلينا نقول إن البطارية هي الماكينة، يعني لو تعطلت الماكينة في السيارة العادية راح تدفع مبلغ كبير. البطارية في السيارة الكهربائية نفس الموضوع، هي أعلى شيء قيمة في السيارة الكهربائية. جميل. طبعا غير المحركات. طيب عبد الله، سؤالين سريعين. الأول، الآن هي تعطيك أثناء شحنها كم المسافة اللي راح تقطعها قبل ما تنتهي البطارية؟ صحيح. تعطيك بشكل دقيق تقريبا معدل السيارات الكهربائية تعطيك 500 كيلو هذه المعدل اللي أنت تقدر تستخدمها في الشحنة الواحدة. طبعا شحن السيارة الكهربائية لك طريقتين، انك تشتري شاحن سريع وتركبه عندك في البيت. تقريبا هذا يحتاج تمديد من كهربائي متخصص، تجيبه ويجيب لك سلك كهرباء من الطبلون الى السيارة مباشرة، بعدين تركب الشاحن يشحن لك السيارة في 5 ساعات. فهي بالغالب اغلب الناس تشحنها في الفترة المسائية، لو خلصت مشاويرك ورجعت في الليل تشحن سيارتك. طبعا في بعض المولات في السعودية حاليا توفر مواقف خاصة لملاك السيارات الكهربائية، أبد تروح هناك تلقى شاحن تقدر تشحن فيه سيارتك. طبعا هذا الشاحن السريع يشحن السيارة في 5 ساعات، تقدر تشحن عن طريق الفيش الثلاثي اللي هو موجود في جميع البيوت، لكن راح تاخذ السيارة 24 ساعة حتى تكون فل وجاهزة للاستخدام، وتعطيك ال 500 كيلو تقريبا 500 كيلو. طيب. في خيار آخر وهو الشاحن السريع جدا، وهو اللي المفترض توفره المحطات، تقريبا يفول السيارة بما يقرب 40 دقيقة. طبعا هي معدل النص إلى 50 دقيقة، لكن احنا نقول ما يقرب 40 دقيقة السيارة تكون مفولة، وهذه قد تكون مشكلة للناس اللي راح تسافر في السيارة. فعلى سبيل المثال إذا أنت كنت راح ناوي تسافر في السيارة وفي شاحن في محطة سيارات تتشحن السيارة، تقدر توقف عندها، لكن تأكد أنك لازم توقف 40 دقيقة، وهذه أكبر مشكلة حاليا لملاك السيارات الكهربائية. بس إذا يعطيك مدة الشحن، إذا يعطيك 500 كيلو معناته في بعض المناطق تقدر تسافرها يعني. لكنه مثلا من الرياض إلى جدة صعب أنك إلى صعب لكن صعب، لكن الرياض إلى القصيم مثلا، من الرياض إلى الدمام هذه سهلة. طيب السؤال الأخير عبد الله، يعني وهو حديث دائري يعني بصفة عامة، عن أسعار السيارة الكهربائية، كيف توصف لنا الأسعار؟ وإذا ما عندك مشكلة تكشفنا عن السعر اللي اشتريت فيه السيارة كلك شاكر. لا شوف، أنا بالنسبة لي وضعي مختلف، لأنه أنا طلبت السيارة بمواصفات معينة وغيرها، فأما طلبتها شريتها من أحد الأشخاص في السوق، فهذه أنا وضعي مختلف تماما. لكن معدل سعر السيارات الكهربائية يبدأ من 160,000 إلى 290. طبعا في سيارات أعلى، مثلا مرسيدس عندها الإي الكهربائية تقريبا سعرها تقريبا حدود 500,000، فالموضوع يعتمد على المزود. شركات كثيرة الآن داخلة بالسوق عندها قدرة أنها توفر السيارات الكهربائية بسعر تقريبا أقل من 100,000 ريال أو ما يقرب 100,000 ريال. فالموضوع هي حسب المواصفات السيارة وحسب الشغلات اللي أنت تبغاها،
لكن أبرز ميزة في السيارات الكهربائية عن السيارات العادية التفوق التقني الهائل في السيارات الكهربائية. فالسيارات الكهربائية فيها مواصفات جدا كثيرة من ناحية تقنية، زي مثلا القيادة الذاتية والقيادة الكاملة الذاتية اللي أنت تقدر تحط الميكان توصلك بشكل مباشر، وأيضا التوفير وغيرها. فالسيارات الكهربائية موضوعها مختلف تماما عن السيارات الاعتيادية. نعم عبد الله، شكرا جزيلا لك ولمشاركتنا هذه التجربة. ايش رايك في تجربة عبد الله؟ انا اشوف انها تجربة جيدة في بعض اجزائها، وكل ما ذكر تقريبا انا اشوف انه مقارب للصحة بشيء كبير، ما عدا بعض الامور اللي خلينا نتكلم لها ارتباط في تركيب الشاحن او الجزئيه هذه. إيه؟ مهم انه اعقب على الجزئيه هذه، انه جزئيه التركيب لما سيحصل على سياره كهربائيه تتم بتنظيمات معينه ولها انظمه، وبيعلن عنها قريبا باذن الله بقياده وزاره الطاقه ومجموعه من الجهات ذات العلاقه لترتب العمليه هذه. ليست عمليه من قبل الشخص ينفذها مباشره، لازم فيها يتم تقديم على شركة الكهرباء وإجراءات معينة بيعلن عنها قريبا بإذن الله. في إشكالية لو الشخص تولى هذا الموضوع؟ إيه، هي في إشكالية، لأنه يجب أن تكون حرصنا أنه يجب أن تكون الجهات اللي تركب في المنزل جهات مؤهلة أنها تركب الشاحن هذا، بحيث ما يكون التركيب عشوائي قد يضر. هو قال مختص يعني؟ أي لا، بغض النظر عن مختص، هي في إجراءات قبل ما يكون مختص، الإجراءات متعلقة بالتركيبات الكهربائية في المنزل. أنا ما ودي أدخل في تفاصيلها لأنها بيعلن عنها وبيفصل فيها للمستهلكين كيف يقدم ويحصل على الخدمة هذه. إنه طيب، وإحنا ننتظر هذا الإعلان بحيث أنه كل المستهلكين الآن يتبعون ما سيعلن عنه. بالضبط. طيب، تكلمنا عن الأنواع، عن الأشكال، استعرضنا تجربة، تكلمنا عن أشياء كثيرة، بقينا جزئية المخاطر، مما يخشى، يعني ماذا نخاف منه من السيارات الكهربائية؟ خليني أقول لك ليش أخشى من السيارات الكهربائية. ما أخشى من السيارات الاعتيادية، خليني أقول لك اللي تعمل بالاحتراق الداخلي، تشتغل بالوقود اللي نستخدمها، في تنطوي عليها مخاطر إذا استخدمت بشكل غير صحيح. نتكلم عن مخاطر الحوادث، نتكلم عن مخاطر من الشخص نفسه لما يتصرف تصرفات خارج إطار النظام، بيتعرض لبعض المخاطر. نتكلم عن وجود بنزين في داخل السيارة، لأن السيارة الكهربائية ما في بنزين، قاعد تتكلم عن أجزاء كهربائية. يمكن أكثر المخاوف اللي دائما تتكرر عند الناس ويعتبرونها هاجس البطاريات، والبطاريات الان من واقع استخدام السيارات الكهربائيه على مستوى العالم الحوادث تكاد لا تذكر. فاحنا على مستوى العالم، انت ما تكاد تقيس ارقام هائله للحوادث، ارقام فرديه، والى الان ما وصلنا الى تفصيل واضح لسبب المشكله اللي حصلت الى الان. هل الكهرباء كان جزء من المشكله؟ التماس، حريق، تعطل البطارية؟ خليني أقول لك، قد يكون السبب البطارية، قد يكون السبب مشكلة في السيارة، لكن ما في عندك إثبات واضح وأنه هذا فعلا الخطأ صار على عدد كبير من السيارات. قد تكون عيب تصنيعي في سيارة واحدة ما بين، خليني أقول لك مثلا مليون سيارة، نقول حصل خطأ في سيارة واحدة لا يقاس عليه. طبعا هذا بالنسبة لنا في إجراءاتنا داخل المواصفات السعودية يجب ألا يكون وارد حتى 1%. ما نرغب أنه يكون في 1%. ممتاز. من خلال الإجراءات اللي نتأكد منها، من خلال زيارة المصنع، من خلال التأكد من تقارير الاختبار، التأكد من المواصفات اللي طبقت على المركبات الكهربائية، ما نسمح أنه يحدث هذا الخطأ. حتى خليني أصل معك إلى درجة أنه نتأكد أن مصنعين السيارات إذا وردوا السيارات المملكة العربية السعودية يجب أن يكون هناك تأهيل وتدريب مناسب للوكالات والفنيين وللجهات المخولة أنها تباشر، خلينا نقول لك مثلا في حوادث السيارات الكهربائية وكيف يتعاملون معها. هذه أيضا واحدة من الأجزاء. الله يقويكم. طيب، اليوم مثلا مثل عبد الله وغيره اللي مستخدمين، أول شيء في عدد معين معروف ولا لا العدد المستخدمين الآن في السعودية؟ عدد المستخدمين السعودية خليني أقول لك، أنا ما عندي آخر رقم بالضبط، حسب الأرقام كان ما يتجاوز 30 شخص آخر إحصائية طلعت عليها. ما يتجاوز 30 شخص كاستخدام شخصي. ممتاز. طيب، لو هذول 30 اليوم لو أحد منهم تعطلت سيارة ولا صارت لها إشكالية، هل لدينا يعني أماكن إصلاح ولا صيانة؟ شوف، إذا في أماكن إصلاح، فبما أنها بتكون أماكن عبارة عن اجتهادات من بعض رسميا ما في، لكن نتكلم عن وكالات، ما في وكالات، لأن معظم مستخدمينها من نوع معين من السيارات. إذا ما عندك مشكلة أقول اسم الوكالة، نوع معين ولا لهم وجود الوكالة؟ فمن الطبيعي إنما لهم وجود ولا ما لهم؟ ما في تواجد الوكالة هذه، فمن الطبيعي ان كيف راح يصلح السياره عند الوكاله؟
تسلا ولا غيرها؟ تسلا من الاخر. طيب بس عشان نوضح للناس يعني لانه احيانا نحتاج بعض الوضوح حتى وان كان في اسماء. طيب الان تكلمت انت عن الظروف الطقس عندنا وانه كيف حاطين انتم مواصفات صارمه لهذا الشيء. خلينا نتكلم عن ظروف اخرى وجاوبني بصراحه. شوارعنا مثلا هل هي اشكاليه وتحتاج مواصفات خاصه ولا لا؟ جميل. اختبارات البطاريات مثلا. اي انا يجب ان اختبر البطاريه ضد الاهتزاز. يجب ان اختبر البطاريه في حالات الصدم. يجب ان اختبر البطاريه الشرائح اللي داخل البطاريه هل تتضرر اثناء استخدامها او لا. هل اثناء عمليه الشحن والتفريغ هل يصير فيها اي مشاكل ولا لا. إيه؟ كل الاختبارات هذه نضع عليها ظروف قاسيه عشان نتاكد تتحمل كل الظروف ولا لا. إيه؟ انا ما عندي احتمال. المواصفات لما تضع حد واحد من معلش اذا سمحت لي اضيف المطبات ونوعيتها. الحفر في بعض الشوارع هذا اختبارات. هذه كلها دخلت في الاختبار. هذه دخلت اختبارات الاهتزاز اتكلم عنك. حلو. لما اقول لك اختبارات الاهتزاز معناته انا بعطيها ظروف قاسيه جدا. ممتاز. طيب بعد هذه الظروف كلها حطيتوا مواصفات. خلينا نضيف جزئيه مهمه ايضا. اي ضيف. بالاضافه لانه الظروف اللي تضعها انت في المواصفات إيه؟ ايضا مصنعي السيارات عشان ما نهضم حقهم يضعون مواصفات بالإضافة لما يطبق عليهم من قبل الجهات التشريعية أنه في حالة دخول أي جسم غريب للبطارية البطارية تقطع الكهرباء عن السيارة بشكل كامل. في حالة أي اصطدام يقطع الكهرباء عشان توفر حماية. نفس اللي يصير عند السيارات لنا الآن الحساس لما يرصد أي شيء يوقف السيارة ترتفع حرارة توقف السيارة بنفس الأسلوب يستخدمونه. حلو. خلني أخذك للمستقبل بس مو المستقبل بمعناه المجازي بمعناه اللي قائم على معطيات وتوقعات. متى نتوقع أنه يكون في عمل ودخول كبير للسيارات الإلكترونية في السعودية وتفتح وكالة خاصة فيها؟ جميل. خليني أقول لك الآن بدأ. إيه؟ مسألة العمل على دخول السيارات الكهربائية إحنا اليوم عندنا من خلال الهيئة السعودية اليوم هو بدأ من يونيو من سنة من الآن اليوم مجموعة من الشركات متقدمة. إيه؟ لطلب الحصول على شهادة اعتماد طراز لسياراتها. حلو. فأنا قاعد أقول لك خلال فترات قريبة في بعض مصنعين ستدخل سياراتهم للمملكة. قريبة تقدر بالكم كتقدير مش كمعلومة حاسمة. هذه تعتمد على مصنع السيارة. قد يحصل على شهادة اعتماد الطراز وما يرغب بدخول السيارة خلال شهر أو شهرين. بعضهم ممكن تدخل خليني أقول لك وإحنا نتكلم الآن ممكن تكون السيارات بدأت تتواجد من قبل بعض الوكالات لكن عدد اللي تقدمه هل هو كبير؟ هذا سؤال. هل الأنواع اللي صنعت الآن في السيارات الكهربائية معلومة مهمة لازم الناس تستوعبها. قولها باختصار اليوم باختصار. السيارات الكهربائية الآن تراها أنواع محددة. التنوع اللي قاعدين نشوفه في السيارات الاحتراق الداخلي أو اللي تعمل بنزين سيارة كبيرة سيارة صغيرة سيارة متوسطة سيارة عائلية تنوع. السيارات الكهربائية إلى الآن ما شفنا تنوع هذا فيها على مستوى العالم لسه. فمعناته سيستمر الاستخدام محدود إلى أن تتوفر كل هذه الأنواع وأهم شيء يقل سعرها. أيوة. الشباب يقولوا لي انتهى الوقت بس أنا في خاطري أكثر من سؤال ويليت الإجابات تكون عليها سريعة ومختصرة. الأسعار البداية من 160,000 وانت ماشي مرتفعة جدا. أنت تقول لي وفر في البنزين. إيه؟ وتقول لي أشتري سيارة ب 200,000. إيه؟ والسيارة هذه عبارة عن بدون ما أذكر أسماء شركات. إيه؟ توازي سيارة صغيرة. صحيح. هل منطقي أضع سعري في سيارة صغيرة؟ وش المتوقع لكم أنتم الآن اللي أمامكم اللي تشوفونه؟ المتوقع طبعا نزول أسعار السيارات هذه لأنه التقنية كل ما تطورت وكل ما انتشرت المفروض أن الأسعار ممتاز. تبدأ في التناقص. طيب وش الدول اليوم على مستوى العالم اللي متقدمة في هذا الموضوع؟ طبعا نتكلم كاستخدام إذا تكلمنا على مستوى أوروبا بنتكلم عن النرويج مثلا. طيب ونتكلم عن الصين مثلا لأن الصين الآن داخلة يعتبر عدد السيارات فيها عدد حلو. كبير. الآن مشاهد أو مشاهدة يشوفونا وناوين يشترون سيارة كهربائية جميل. وش الآليات والإجراءات اللي لازم يتبعونها حتى وصولها البيت عندهم؟ جميل. إذا بتكلم عن السيارة أهم شيء إيه؟ تأكد أنك تحصل على السيارة من الوكيل. حلو. لأنك بتضمن وجود صيانة تضمن وجود ضمان الوكيل اللي موجود برا السعودية. أنا صراحة ما أنصح إذا بشتري السيارة بشكل شخصي وبجيبها من برا السعودية وبستخدمها في السعودية. إيه؟ أين الوكيل وين الوكالة وين الضمانات وين الصيانة باختصار. يعني أقول لك إياها أنا أستشعر موقف الآن ليشاهدني. إيه؟ إذا بياخذ سيارة وما في صيانة متوفرة له. إيه؟ وش قيمة السيارة معك لو خربت لو صار لها أي مشاكل. صحيح.
السعر. لكن لو بيجيب يعني لو بيجيب مثل عبد الله ولا 30 شخص اللي عندهم لو وش الاجراء النظامي اللي يمشي عليه؟ يجب ان يتقدم من خلال الهيئه السعوديه للمواصفات والقياس والجوده. حلو. ويمر بكافه اجراءات اصدار شهاده المطابقه من خلال الهيئه. ايه؟ وباذن الله بتكون سهله دخول اجراءات السياره. حلو. يعني هو قبل ما يشتري يمر عليكم؟ يجب ان يمر على هيئه المواصفات يقول لكم انا بشتري سياره الكترونيه، يقولوا له هذه مواصفاتنا ودها للمكان اللي بتشتري منه. نطلب منه طلبات، طبعا مجموعه من الطلبات. إيه؟ يوفرها تقارير اختبارات وغيرها من التقارير، بناء عليها يتم مطابقتها وتاكد منها ويعطى شهاده المطابقه. اذا اعطى الشهاده يقدر يدخل السياره؟ بالضبط. يعني لازم يمر عليكم قبل ما يشتري السيارة؟ أكيد. مو يشتريها وبعدين يجيكم؟ مو يشتريها وما ناسبت ما حيدخلها، ما شهادة ما حيقدر يدخلها. طيب إذا بيدخلها، أنا آسف على السؤال، في رسوم حتدفع؟ طبعا في بعض الرسوم متعلقة بإصدار الشهادات. أي رسوم لا تذكر، تكلم رسوم إجراءات إدارية متعلقة بإصدار الشهادة فقط. أي الجمارك وذي عندك معلومة ولا؟ لا ما عندي تفاصيل عن الجمارك، لكن أعطيك تفاصيل متعلقة بالهيئة. مهندس شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أحد. الله يسلمك، شاكر لك وسعيد بلقائي دوما معك. شكرا جزيلا. إذا حدث وأصبحت السيارات الكهربائية تستخدم بشكل واسع، سنذكركم في حينها إن شاء الله بهذا اللقاء وبكل ما ورد فيه من تجارب وأفكار وآراء وأطروحات ورؤى. شكرا للمهندس، شكرا للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، دائما مرتين، الأولى على تجاوبها الدائم مع برنامج يا هلا، والثاني على كل ما تحدث اليوم على مختلف المنتجات اللي نشاهدها في السوق السعودي سواء في السيارات ولا غيرها. بعد هذا الفاصل أبلقاكم مع ابتكار لشابين سعوديين. اختراع يقف خلفه سعوديان من شأنه أن يحفز على الالتزام بالأنظمة المرورية وبالتالي تقليل عدد المخالفات وتقليل الحوادث المرورية. في كل مرة نقدم فيها مخترعا سعوديا نشعر بكثير من الاعتزاز أيا كان مجال هذا الابتكار. هذه المساحة فيها هلا دائما تحتفي بالمبدعين وتنتظرهم، فأهلا بكل من يقدم خدمة للبشرية صناعة سعودية. اليوم نتكلم عن هذا الابتكار الذي يقوده الدكتور حسين باصي أستاذ هندسة الطاقة المشارك والمخترع المتخصص في الطاقة المتجددة، وهو ضيفي الذي ينضم إلي من جدة، وأيضا تشاركه في هذا الاختراع الدكتورة عتاب الغامدي التي نوجه لها كل تحية وتقدير واعتزاز. دكتور حسين مساك الله بالخير وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. مساك الله بالنور والسرور أخوي مفرح، وشكرا لاستضافتكم لي في هذا البرنامج. حياك الله. اليوم كيف نقدم هذا الابتكار للناس ونشرحه ببساطة؟ ممتاز. الفكرة يعني هي مشابهة لساهر، ولكنها بدل ما احنا نعاقب المخالف احنا الحقيقة نبغى نكافئ الناس المتقيدين بالأنظمة المرورية من ناحية السرعة، من ناحية التباعد وغيره، باستخدام تقنيات مختلفة من توليد الكهرباء الناتجة من السيارات اللي تمشي، إعادة توجيهها، الذكاء الاصطناعي. ففي أكثر من جانب لهذا الموضوع، لأنه الحقيقة في شيء محزن. يعني الآن خلال نقاشنا مع بعض يعني حتصدم من بعض الإحصائيات اللي وجدتها من وزارة الداخلية، عدد الحوادث اللي بيصير الحقيقة في المملكة العربية السعودية بشكل عام يعادل تقريبا حادث واحد لكل دقيقة. يعني في الدقيقة الواحدة في حادث بيصير. عدد الوفيات اللي بيصير تقريبا يوميا لا يقل عن 20 حالة وفاة. أعتقد أن هذه إحصائية قديمة دكتور. نعم، هذه الإحصائية كانت في عام 2016 وبدأت يعني تطلع وتنزل، حتى مو 2016، حتى قبل تقريبا سنتين. إيه؟ لكن بدأت تطلع وتنزل بسبب اللي هو الحركة المرورية اللي خفت مع جائحة كورونا. لكن بشكل عام ما زال عدد الأرقام كبير جدا بالنسبة للحوادث اللي هي موجودة. حتى مع وجود ساهر نجح صراحة في أنه يخفف الأرقام اللي كانت أكبر وأكبر قبل ساهر، ولكن احنا ما زلنا نبغى نجرب كل الطرق اللي هي ممكن تساعد في حفاظ الارواح والممتلكات. فكانت طيب هذه الفكره منبعها اللي هو مكافاه بتجربه الناس. عمليه يا دكتور اشرح لنا ايش حتسوي هذه التجربه او هذا الاختراع؟ ممتاز.
الاختراع هذا فكرته أنه السيارات اللي بتمشي طبعا في الشوارع يعني راح تولد كهرباء. كيف تتم عملية توليد الكهرباء؟ بأنه السيارات وهي ماشية طبعا بتعمل عملية دفع في الهواء للمحيط الأجزاء المحيطة بالسيارة. ففي تقنية اللي هي عملية سحب هذه الطاقة المهدرة وعن طريق مراوح أو توربينات معينة مخصصة للشوارع، وبالتالي تحفظ هذه الطاقة في هذه المراوح اللي هي موجودة باستخدام بطاريات وغيره. أو في شكل آخر لعملية أن احنا نأخذ الكهرباء من حركة السيارات هذه والحركة المرورية هذه، بأنه السيارات معروفة، وعلى فكرة الكلام مو فقط على السيارات، حتى على القطارات، على أي جسم كبير بيتحرك بسرعة معينة راح يسبب حوله هذه الطاقة اللي هي الطاقة الهوائية وأيضا طاقة الاهتزاز. طاقة الاهتزاز هذه لما بتصير برضو بنستفيد من عندها أنه احنا نقدر نأخذ الطاقة هذه ونخزنها. ليش بنخزنها؟ ايش نبغى بهذه الطاقه ان احنا نخزنها؟ هنا تجي فكره الابتكار الحقيقه لهذا الاختراع، انه يتم باستخدام الذكاء الاصطناعي تمييز السيارات اللي هي متقيده بالانظمه المروريه، بانه في مسافه موجوده، السرعه ما بيكون في تجاوزات معينه، وبالتالي هذه الطاقه جزء من الطاقه هذه يعني ترسل بشكل لاسلكي وتمنح الى صاحب هذه المركبه على شكلين. إن كانت السيارات كهربائية، وهذا يمكن التقرير اللي كان في البرنامج اللي هو عن السيارات الكهربائية، في كلام إنه السيارات الكهربائية في المستقبل راح يتم شحنها لاسلكيا، مو عن طريق الكابل اللي هي موجودة، سواء كانت اللي موجودة في المنازل أو سواء كانت في محطات الشحن. ففي هذه الحالة السيارات يعني واحد تلاقيه هو ماشي في سيارته الكهربائية بتلاقي السيارة بدأت تشحن. نفترض السيارة ما هي كهربائية، سيارة عادية يعني مصدر الطاقة فيها اللي هو الوقود. ففي أنت عندك جوال في السيارة، في عندك أجهزة. الآن دخلت طبعا تقنية اللي هو شحن الجوالات لاسلكيا معروفة. فتخيل أنت قاعد في سيارتك وتلاقي إيش فجأة الجوال صار بيشحن من عنده. صحيح أنت تقدر تأخذ الكهرباء من نفس السيارة، ولكن يعني من باب أنه أنت الآن كوفئت، في حصلت لك مكافأة اللي هي حصولك على الكهرباء المجانية هذه لمجرد أنك أنت بتتبع القوانين والأنظمة اللي موجودة. هذا بشكل عام إطارها. بس 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 نعم. لحظة دكتور، مين اللي يرسل لك هذه الطاقة؟ مين السيارة الملتزمة؟ أحسنت. ترسل لنفسها؟ لا لا لا، ها خليني أشبهها زي كأنها هي عبارة عن في صورة يمكن عرضتوها، اللي هو بتكون هذه الأجهزة موزعة كل تقريبا 10 متر او 15 متر بنلاقي الجهاز هذا اللي هو يستقبل الطاقه ويخزنها عنده. حلو. متوزع تقريبا كل 10 امتار. فيكون في تواصل بين هذه الاجهزه لاسلكيا وعن طريق الذكاء الاصطناعي، فبتلاقيها هي خلاص تخزنت من سيارات عدت ومشيت. اوكي، تيجي السيارات اللي هي القادمه اللي بعد كده تكون ملتزمه بهذا النظام بالانظمه المروريه، يقوم هذا الجهاز اللي هو الموجود يعرفها ويميزها بالذكاء الاصطناعي ويرسل لها الشحنات. طبعا الشحنات ترسل بسرعة. الشحنات ترسل كانها مكافاه لك على التزامك المروري، صح؟ احسنت. حلو، هذه المكافاه ايش تتضمن؟ ايش حتسوي لك الشحنات هذه؟ جميل. هذه الكهرباء اللي توصل للسيارة، بالنسبة للسيارات الكهربائية اللي بيكون الشحن فيها لاسلكي، فأنت بتشحن سيارتك لاسلكيا، بدل ما تمشي مثلا 200 كيلومتر كوفئت بأنك تأخذ كمان 50 كيلومتر إضافية على لين ما تحتاج أنك البطارية تخلص وتحتاج أنك أنت تشحن السيارة. واضح. والسيارات العادية أو حتى والسيارات العادية يعني زي ما قلت لك، في احيانا يكون في اجهزه داخليه فيها زي الجوال او غيره، فبالتالي يتم شحن هذه الجوالات او الاجهزه الكهربائيه او الايبادز اللي موجوده في السيارات، طالما ان يكون فيها قابليه الشحن اللاسلكي. او يعني من ضمن جزء اخر في الفكره، انه يتم توفير نوع من الانتن او الاريال اللي هو يستقبل الكهرباء لاسلكيا وبعد كده بيشحنها على هذه الاجهزه اللي حنكون احنا شابكينها عليها. فهذا شكلين من اشكال. حلو. فالفكره تقوم على انه الناس حتلتزم علشان تحصل على هذه المكافآت، وبالتالي تقل المخالفات. أحسن. وتقل الحوادث. هذا جوهر الفكره. صحيح. جميل. اخيرا دكتور، الـ 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 اين وصل هذا الاختراع؟ يعني الى اي مرحله الان؟ نعم، الاختراع حتى الآن في هذه المرحلة هو يعني مبني على محاكاة
لم يتم الحقيقة تصنيعه بالشكل الكامل حتى نحصل على يعني الموارد المالية اللازمة حتى نقدر نختبره ونشوف فين عيوبه ونبدأ نطورها ونحسنها بشكل أفضل. ولكن حتى الآن نظريا طبعا الفكرة يعني ما هي مبنية على الخيال، وتم فحصها علميا وعمليا حتى كمان من مكتب براءات الاختراع الأمريكي، وبالتالي وجدوا فعلا أن الفكرة هذه قابلة للتطبيق، لأنه عندهم اللي يفحص الأفكار عادة يكون شخص مختص في هذه المجالات، فإذا كانت غير قابلة للتطبيق ما يأخذ بهذه الفكرة. طيب أنا الحقيقة إذا تسمح لي أتكلم عن فوائدها، والله شوف أنا الوقت انت معي، إذا بتقول لي أهم فائدة باختصار تفضل. طيب من أهم الفوائد أيضا اللي موجودة في هذه الفكرة، يعني لو تدرجنا في الفائدة منها، هي الحقيقة ليست فقط يعني الاستفادة المرورية فقط، وإنما أيضا يتم الاستفادة من هذه الطاقة المخزنة في إنارة الشوارع، يتم الاستفادة منها أيضا في الإعلانات اللي موجودة والإرشادات اللي هي موجودة، ففي حيكون قد يكون في طاقة فائضة. الطاقة الفائضة هذه يمكن ما حتلاقي لها سيارة في البداية ممكن نستفيد من عندها، فإن نودي الطاقة الفائضة هذه بأنه نستفيد منها في خدمة الطرق، خصوصا أنه يعني عملية اللي هو مد الشبكة بتكلف بصراحة مبالغ كبيرة حتى نقدر نوصل إلى شبكة الإنارة في خارج المدن وفي بعض المناطق أماكن داخل المدن. نعم دكتور حسين باصي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للدكتورة عتاب الغامدي، وإن شاء الله نلتقي في لقاء قادم بعد أن تتحقق هذه الفكرة واقعا. فاصل أخير في حلقتنا ومكملين. حياكم الله مجددا في أهلا. أعلنت منصة روح السعودية عن عودة مواسم السعودية في نسختها الجديدة بزخم مضاعف عن سنتين، وفعاليات أكبر حجما وأطول مدة وأكثر تنوعا وإثارة وبهجة، تلبي كافة تطلعات الأفراد والعوائل من مختلف شرائح المجتمع، حيث من المقرر عودة المواسم في الربع الرابع من العام الحالي 2021. وقد أعلنت منصة روح السعودية لأول مرة عن دعوة الجمهور للتفاعل والمشاركة في صناعة مواسم السعودية من خلال الموقع الإلكتروني المعلن www.2years.sa المخصص لاستقبال الآراء والمقترحات لإثراء مواسم السعودية والمشاركة في تصميم وصناعة وتقديم فعاليات أكبر وأجمل وأكثر تنوعا وتميزا لتلبية كافة التطلعات. وتأتي انطلاقة مواسم السعودية الجديدة متوائمة مع رؤية المملكة 2030، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على إثراء حياة المواطنين ورفع مستوى جودة الحياة لسكان المملكة والترويج للوجهات وإبراز الكنوز السياحية والثقافية والترفيهية والرياضية، وذلك للإسهام في صناعة وجهات سياحية متميزة تضع المملكة على خارطة السياحة العالمية. كما تسهم مواسم السعودية في تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير الفرص الاستثمارية الجاذبة لدفع عجلة النمو في قطاعات عديدة ومتنوعة، وذلك من خلال إشراك وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في تنفيذ المواسم والفعاليات التي تخلق بدورها العديد من الوظائف الموسمية لأبناء وبنات المملكة. وكانت مواسم السعودية قد انطلقت لأول مرة في عام 2019، وأسهمت في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة حول المملكة، محققة العديد من المكتسبات والأرقام والمؤشرات المتميزة، حيث تم في المجمل تقديم أكثر من 390 فعالية متنوعة جذبت أكثر من 50 مليون زائر، وساهمت في توليد العديد من فرص الأعمال بالإضافة لما يزيد عن 100,000 وظيفة دائمة وموسمية. هذا إعلان منصة روح السعودية، وسنودعكم في هذه الحلقة مع هذا الفيديو من منصة روح السعودية، وغدا نلقاكم في أهلا.